البرهان في إعجاز القرآن. إعجاز القرآن في قصة أهل الكهف. في كشوف أثرية حديثة عثر على كهف بمنطقة الرقيم التي تبعد 7 كيلومترات عن عمان، وهي المشار إليها في الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقد وجدت بجدران الكهف عبارات التوحيد محفورة بلغات قديمة. تصميم فتحات الكهف يحقق ما جاء بالآية التالية عن حماية منتصفه من نفاذ أشعة الشمس سواء من المشرق أو المغرب: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي قصة أهل الكهف آية علمية أخرى، هي الضرب على الآذان بمعنى تعطيل حاسة السمع حتى يستمر نومه الطويل، إذ أن السمع هو الحاسة الوحيدة التي تعمل أثناء النوم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ومن آيات هذه القصة كذلك الإشارة إلى التقليب المستمر لأهل الكهف يمنة ويسرى أثناء نومهم الطويل، آية أخرى من آيات الإعجاز. فقد أثبت علماء طب الجلد أن النوم الطويل يؤدي إلى قرح الفراش وسداد الأوردة الدموية والضغط على أعصاب القدمين. ومن هنا يبدو إعجاز القرآن في الإشارة إلى اللطف الإلهي بتقليبهم طوال نومهم الطويل. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.